إن الله تبارك وتعالى قد خلق الثقلين لعبادته وطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا عرفت يا عبد الله المهمة التي خلقت من أجلها، فالواجب عليك مضاعفة الجهود في تحقيقها وفق هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تخلص لله وتعمل جاهداً في أن يكون عملك صواباً على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يتحقق هذا الغرض الذي خلقك الله من أجله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.